عن جد خطر ببالك هالفكرة؟ دعاء ضلت تقول إنه بده يقتلني، وإنتي ما خليتيها تحكي بوقتها. تعرفي شو قلتي؟ قلتي إنك كذابة، قلتي إنه بدها تفرق بين الأخين، صح؟ بس يا حيدر، أنا عملت كل هذا الشيء لحتى أحميك. رهان بده يقتلك. وقفي معاملتك السيئة هي بقى دعاء، يعني ما صفي شيء لحتى تقولي هلأ لهيك عم تخططي لشي مؤامرة. إنتي بشو اتهمتي لرهان لحتى اعتقلته الشرطة؟ قلتي إنه معه أداة مانا مرخصة وعلى هالأساس اعتقلوا. فوين هي الأداة؟ ما حدا منا قدر يلاقيها هون. الشيء الوحيد اللي إنتي بدك إياه هلأ إنه تفرقي بين حيدر ورهان، بس مو أكتر من هيك. قولي لي بقى، كيف بلشتي تصدقي كلامها؟ روحي يلا يا حيدر. أنا بس كان بدي أقلك شو بدك تقليلي؟ ما في داعي تقولي شي. أنا بعرف ألعيبك وخداعك وكتير منيح، وحتى لو عن جد أخي روهان حاول يقتلني، فأنا رح أعمل كل شي بقدر عليه لأنقذه، لأنه هو مو أخي وبس، هو ابني. وبعدين ما فيني أتحمل شوفه بالسجن ولو ثانية، ما فيني اترك اخي روهان يضل هني. هلا انا بعد كل اللي زرعته فيه، كيف بدي اقنعه انه روهان بيشكل خطر على حياته؟ لازم اعمل شيء لوقف حيدر وما خليه يطالع روهان من السجن بكفاله. حيدر انا جايه معك. ايه ما في داعي تروحي، خليكي مع امي حبيبه قلبك، روحي. حيدر شو عم تعملي؟ حيدر انا خايفه يصير معك شيء، ما فيني اتركك لحالك. بس وجودك معي رح يلبكني. انسي، حطي الحزام. حيدر استنى، وقفوا السيارة، حياة حيدر بخطر. اختي شو اللي عم تقولي؟ حافظ انا طلعت من البيت هلا، بس نسيت شغلة وحدة. أول على آخر حيدر رح يطالع روهان بكفالة. خايفة روهان يهجم على حيدر ويقتله. روهان ما رح يسامح حيدر ورح يقتله يا حافظ. فهمت عليك يا أختي، بس شو طالع بإيدنا؟ شو قصدك؟ شو فقدت عقلك حافظ؟ أنت شو عم تحكي؟ حيدر بيكون حياتي، إذا بصير له شي لحيدر أختك رح تقتل حالها وقتها حافظ. بس لازم نعمل شي. إيه؟ لازم نعمل شي لنساعد حيدر يخلص من هالخطر. عندي حل، لف ورجع على قسم الشرطة، هي هي الطريقة الوحيدة لحتى بعد روهان عن حيدر وأحمي. أهلين سيد أخطر. أهلين أستاذ، وراء الكفالة جاهزين؟ إيه. إذا حيدر طلع روهان من السجن بكفالة، فهلأ هو بيكون عم يحفر قبره بإيده بدون ما يعرف. تطليعة روهان من السجن رح تكون أكبر غلطة بتغلطها بحياتك يا حيدر. اسمع مني ولا تطالعه بكفالة، بترجاك يا ربي ما تخليه طالع روهان من السجن. طيب تفضل معي. يلا حيدر. خالتي حميدة من الأول معارضة ارتباطي بحافظ، وهلأ حتى أهلي صاروا ضدنا كمان. نور، أنا بحبه لحافظ من قلبي، وبموت إذا بيبعدوني عنه، صدقيني أنا بموت. نور أنت شو عم تخبصي؟ رجعي قوليها. لك انا ما فهمتك، وقلت لك انه نحن ما بدنا يكون في اي تواصل بيننا وبين اعدائنا. هدول الناس بدهم يخلونا نصفه بالشارع وبدهم يدمروا حياتنا، وانتي بدك تتزوجي ابن اعدائنا بيصير هالشي؟ بس يا امي انا بحبه كتير. هنا انتي قليلة أدب، كيف بتتجرأي تعترفي بحبك إله قدامنا؟ أمي نحن منحب بعض كتير صديقي، لو قد ما حاولتي أنا وحافظ ما رح نترك بعض. إذا أنا ما بتزوجه لحافظ أمي رح أقتل حالي، وبكرة بتشوفي.
قليلة الأدب وقحة وأنانية. بس على الحالتين رح تموتي بسبب حبك لهالولد. إذا أنت بتتزوجي عدونا أنا اللي رح أقتلك، وما رح تلحقي تقتلي حالك، أنا اللي رح أعملها. يا سخيفة راهات، بلشنا نفقد السيطرة على هالبنت، لازم نوعيها صايرة قليلة أدب أنانية وقحة. لو سمحتي خلص حاجة تضربيها بقى. لا تتدخلي وإلا بضربك إلك كمان وبربيكي. ها بس هنا شو ناوية تقتليها؟ ايه انا بدي اقتلها بيدي، لانه هي ما انا اكل هم سمعت عائلتنا ولا مكانتنا، مشان هيك لازم اقتلك. قليلي لشوف انتي عن جد حابة تتزوجي ابن اعدائنا ومن دون رضاي انا؟ صدقيني رح اقتلك، رح اقتلك بيدي. بدي ربيكي مو اكل همنا ولا خايفة على سمعتنا، بدي موتك. دعاء، انت شو عم تعملي هون؟